هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقة جديدة، وصفات سهلة وبسيطة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. النهاردة عندنا وصفة سهلة جدا ولذيذة جدا جدا، ومكوناتها للناس اللي بتحب البتنجان هتبقى في منتهى السعادة. عندنا صينية كفتة بالبتنجان والبطاطس المشوي، عندنا شوية رز بالشعرية حلوين، وكمان الحلو هيكون حاجة لذيذة كده باردة وبالبسكوت وحاجة خطيرة يعني. وعندنا ايه كمان؟ عندنا ايه كمان؟ وعندنا عصير، فحلقة لذيذة كده ولطيفة. يلا بينا نبتدي بأول حاجة. عايزين نعمل الرز وعايزين نشتغل في الكفتة، نقول أرقام التليفونات الأول 02-38-35-227، ولو بتكلمونا من بره مصر بس بتحطوا 002 وده الكود. عايزين نقول مقادير الكفتة، يلا بينا. صينية كفتة بالخضار، نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندنا كمان نص كوباية بقدونس مفروم، فصين توم، بصلة مفرومة، زيت، 7 بهارات، بابريكا، ملح وفلفل اسود. الخضار هيكون بطاطس ويدجز دخلت الفرن وطلعت يعني مشوية، وبتنجان رومي بنفس الطريقة برضو، وبصلة جوليان، عايزين فلفل احمر حراق، طماطم مكعبات، كوباية عصير طماطم، معلقة كبيرة صلصة، معلقتين كبار دبس رمان، معلقة صغيرة سكر، سمنة وكزبرة ناشفة، و7 بهارات، وبابريكا وملح وفلفل اسود. يلا بينا، تعالوا نحط الحلة على النار الأول عشان هنعمل الرز. أنا محمرة الشعرية نص تحميرة كده، وهنزود التحميرة بتاعتها وإحنا شغالين. عايزين كمان نبتدي بقى في الكفتة كده اهو. يلا بينا نلبس الجلوفز ونشتغل. الكفتة ممكن تشتغلوا بيها في الكبة على طول أو تعملوها على ايديكم، موضوع سهل وبسيط جدا. فين الجلوفز؟ الجلوفز اهو. لحمه مفرومه تبقى دسمه سنه، يعني 20% دسم كده يبقى زي الفل، هو الدسم اللي هيديها طعم يعني. والبصلايه مش زي البصلايه بتاعه الكفته المشويه اللي هي بصلايه صغيره قوي، لا عادي بصلايه متوسطه يعني. طعم البصل في الكفته دي وفي الصينيه دي هيبقى حلو قوي. حط كل حاجه على بعضها، لو عايزين تشيلوا الثوم مفيش مشكله خالص، بس اضافه لطيفه مع الطبق ده. مش دايما طبعا في الكفته بنحط ثوم يعني. وادي البقدونس، وادي الثوم، بابريكا، 7 بهارات، ملح وفلفل اسود. نكلم ام عبد الرحمن. يا ام عبد الرحمن ازيك؟ اهلا اهلا. الو، خط قطع، تحاولي تطلبينا تاني. شكرا يا ام عبد الرحمن. يلا نعمل بقى كده في الكفته كده لحد ما يطلع لها ايه العرق ده وتتماسك كده، ومن غير بقسماط ولا اي حاجه ولا دقيق ولا اي حاجه خالص، هي بنسبه الدسم اللي فيها بتمسك وبتبقى زي الفل. انا ما بحبش قوي اضافه البقسماط عشان بينشف الكفته، ولكن لو انتوا حابين تحطوا حطوا معلقه واحده صغيره خالص. الحركة دي بتخلينا نشتغل في الكفتة أفضل وبتخليها أنعم. ده مش بس عشان ندمج المكونات مع بعض، لا، عشان النسيج بتاع الكفتة يدخل كله مع بعضه. وسبب من أسباب إن الكفتة بتفك منك إن أنت ما عجنتيهاش كويس قوي، يعني ممكن تبقي عملتي كل حاجة صح. كفتة العادية أي كفتة، كفتة لازم لازم تتعجن كويس قوي، ولو كمية كبيرة لازم تتعجن كويس جدا. معانا أم حنين. يا أم حنين ازيك؟ أهلا أهلا. ألو، أهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا سيدي؟ أهلا بيكي. أنا بحبك قوي. وأنا كمان بحبك قوي. أهلا وسهلا. أهلا، أنت عاملة إيه يا سيدي؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. لو سمحتي يا سيدي بس ليا سؤالين. اتفضلي.
اتفضلي. انا كنت عايزه البط بالبرتقال. حاضر، وايه كمان؟ وعايزه كمان لو سمحتي بس تخلي الدكتوره مروه تتواصل. حاضر، سيب لنا رقمك يا حبيبتي. يلا بينا. انا بعمل الكفته هنا كبيره شويه، ومش بعملها على شكل الكفته كده، بعملها بيضاويه كده سن. اوكي كده اهو. الطاسه هتسخن، هنحط لها شويه زيت وهنحمرها لحد ما تتماسك كده كده كده، زي الايه، زي الكوبيبه كده شويه، بعملها على شكل الكوبيبه كده زي ما احنا شايفين. اوكي يلا بينا اهو. شكرا. نحط شويه زيت عشان نحمر الكفته. اللي هنعمله بقى هننزل بيه على طول. الطاسه كده كده سخنه، انا سايباها سخنه على النار، مش عايزينها تتحرق ولا حاجه. نزل كده اهو. انا بقلب بايدي، ومش المفروض ان انا ابقى بقلب قوي، هوطي سنه عشان النار سنه عاليه. معانا تليفون. ام عبد الرحمن ازيك؟ اهلا اهلا. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك دكتوره؟ انا كويسه حبيبتي، سامعاكي كويس الحمد لله. انا بحبك قوي يا شيخ. تسلمي يا حبيبتي، كتر خيرك. وانا كمان. الله يخليك. اموري. الله يخليك. معلش انا كنت عايزه وصفه رموش السر. حاضر يا حبيبتي، نشوفها لك حالا. رموش الست اللي احنا عملناها امتى؟ اول امبارح. حاضر. انا بحط الكفته على طول كده على النار، النار شغاله، احط على طول قبل ما ايه تبقى مستويه بزياده. حاضر يلا بينا. مهمه جدا التشويحه دي بالنسبه لي، عشان هتخلي الكفته تمسك وتعيش معايا في الصوص، زي ما احنا برضو هنشوف دلوقتي. هتلاقوا البتنجان مشوي والبطاطس مشويه، دخلوا الفرن اتشوي، فبالتالي انا بجمع كده كل حاجه عندي مستوي. هعمل بس التسبيكه والصوص وخلاص. تقدروا تدخلوا الكفته في الفرن؟ اه مفيش اي مشكله، لو عايزه تسويها الاول في الفرن نص سوا كده تمسك نفسها تمام. معانا رحمه. يا رحمه ازيك؟ الله يسلمك، عامله ايه؟ اهلا اهلا. بحبك قوي يا شيخ والله. حبيبتي حبيبه قلبي. انت ازيك يا رحمه؟ الحمد لله والله، احلى ست القناه كلها. تسلمي يا نور عيني. تسلم ايدك على كل حاجه والله. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بقول لك لو سمحتي يا شيخ. قولي لي يا حبيبتي. عاوزاكي تقولي على عجينه السمبوسه وتعمليها على الهوا. حاضر يا حبيبتي، عايزه عجينه السمبوسه؟ اه حاضر. تعمليها على الهوا. حاضر حاضر. بحبك قوي والله. بحبك قد الدنيا، تسلمي يا روح قلبي. بصوا بقى هنا، انا بس ايه سخنت الزيت وسخنت الحله، وانا اوريدي محمره الشعريه نص تحميره، هغمقها بس شويه، وعايزه اقلب بقى في الكفته كده تقليبه خفيفه، تقليبه خفيفه جدا. اللي تمسك نفسها نديها تقليب، مش عايزه امسكها بقى بايدي، على الهادي خالص خالص، مش بالشوكه طبعا، بسفاتولا او بايه، باي حاجه كده نعرف نحمر فيها الكفته من غير ما ايه ما نهربدها. زي ما احنا شايفين اهو، النار عالية، طاسة سخنة، وبننزل الكفتة اللي احنا عملناها مع بعض، وهي بتمسك نفسها. مش اول ما تحطيها تقعدي تقلبي فيها. انا بسوي الكفتة عادي على عيلة البوتاجاز، بسويها في الفرن، مفيش كفتة مني بتفك. ليه بقى؟
علشان هي اتعجنت كويس قوي، نسبة الدهون بتبقى 20 أو 30%، وفي نفس الوقت الطاسة اللي أنا شغالة فيها لو على البوتاجاز تبقى سخنة جدا، وأنزل بيها على طول الكفتة ورا بعض ورا بعض، فعلى طول تكش وتمسك نفسها. إذا أنا هسوي في فرن البوتاجاز يبقى الصينية اللي هحط فيها تدخل على أرضية البوتاجاز الأول، أو تنزلي الشبكة على أرضية البوتاجاز الأول، وبعدين تقومي مطلعاها لما تحسي إن هي خلاص دخلت في السوى أو اتشمعت كده ومسكت نفسها، وما تقلبيش الكفتة تحت أي ظرف أول ما تحطيها، ما تقعديش تقلقي وتخافي، سيبيها تمسك نفسها وبعدين اقلبي فيها براحتك. أنا عندي هنا الشعرية عشان بنعمل رز بالشعرية جنب صينية الخضار بالكفتة اللي احنا بنعملها النهاردة. الغداء لذيذ جدا ومنه خضار جنب الرز بالشعرية، حاجة تقليدية يعني، ممكن ناكل جنبها حاجة مخللة حاجة كده، وفي نفس الوقت شوية جديدة التركيبة، مش من أكلاتنا قوي إن احنا بنحط البطاطس والبتنجان غير في المسقعة، وبيبقى ليها شكل كده معين، ولكن دي تسبيكتها حلوة، ريحتها حلوة جدا، البطاطس المشوية، البتنجان المشوي بيدي ليه نكهة كده مدخنة كده لذيذة قوي. ايه؟ لا مش دايما، لا لا. معانا صفاء، يا صفاء ازيك؟ اهلا اهلا. الو يا صفصف، انا ليه مش سامعاها؟ شكرا يا صفاء. تعالوا نرجع الكفته هنا ونجيب الرز جنبي عشان اعرف ايه اتحرك براحتي، وعايزين نشيل الكفته كمان، احنا الكفته كده اخدت لون واتحمرت ومسكت نفسها ولا لسه؟ يعني سنه باقي، ايه تكه بسيطه خالص وهنشيلها من على البوتاجاز. نطمن بس ان كله اخد نفس اللون، انا مش بسويها قوي يعني، انا بس عايزاها تمسك نفسها كويس عشان تستحمل الصوص والتسبيكه والكلام الكبير اللي احنا هنعمله كمان شويه. ونكلم منار، يا منار ازيك؟ الو الو. ايوه يا شيف دعاء، اهلا وسهلا، ازيك يا منار عامله ايه؟ الله يسلمك الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ ممكن اسالك على الكوارع دي؟ الكوارع مالها؟ بص، كان من ايه كام يوم كان جوزي جابها وحطها في قلب الثلاجه، فضلت طول النهار في قلب الثلاجه، فجيت اطلعها عشان اعملها، طلعت ريحه فيها، ريحه غريبه كده مش حلوه، جو حر، مش عارفه الحل، الريحه دي تطلع منها ازاي؟ بصي يا منار، هي الجو حر ولو الثلاجه مش كويسه وهي نزلت ميتها وكده هتبقى باظت. فلو فيها ريحه مش حلوه، ريحه عفونه زي ريحه اللحمه الوحشه، ريحة حاجة وحشة؟ لا، هي مش ريحة عفونة. أمال ريحة إيه؟ هي ريحة بس إيه؟ هي مش ريحة الكوارع، ريحة. طب لونها عامل إيه؟ لونها بيضة. ما فيهاش، ما زرقتش، ما عملتش. لا 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 لا، ما فيهاش أي حاجة من دي خالص. طب الريحة أنتِ بوجهة نظرك كده، اللي هي لو اتغسلت غسلة محترمة تروح؟ ما أنا بكلم حضرتك عشان كده، يعني أنا أغسلها بإيه؟ ما أنا مش شايفاها. ممكن الريحة دي تروح منها. ما أنا مش، أنا خايفة الريحة تبقى ريحة حاجة بايظة. وانتي خايفه ترميها ومستخسره، خايفه منك. انا عارفه ان الموضوع تقيل ان احنا نرمي حاجه، بس لو هي هتسبب لنا حاجه وحشه مش هينفع ناكلها. نغسلها بايه؟ لو انتي عايزه تغسليها بايه، انتي مش هتعملي اي حاجه غير ان انتي هتغسليها بملح خشن وليمون وشويه خل وتنقعيها وتشوفي طلعت الريحه ولقيتيها حلوه وجميله، تمام. وبعدين تقومي واخداها حطاها في ميه سخنه، غليها غلوه بالفلفل الاسود بالجزر بكل حاجه، وتقومي شايلاها تاني من الميه دي، راميه الميه ومغيره الميه عليها، وتابعي بقى الريحه وتابعي الشكل واللون، وانت الوحيده اللي هتعرفي كده بالنظر هي ايه. طبعا لو اللون اتغير او الحاجه اللحمه او الحاجات دي كلها اتحطت في الثلاجه ونزلت ميتها، ساعات بتعمل ريحه بس مش حلوه وساعات بتبقى باظت، فاحنا مش عارفين. طب ممكن احط الرز؟ يلا بينا نحط كده الرز مع الشعرية. هننزل بالملح والفلفل، ما بحطش فلفل،
لكن انتوا لو عايزين تحطوا فلفل براحتكم. الرز بالشعريه هو كده بس، زيت او سمنه وشويه ملح، وقلب قلب كده كل الكلام ده لحد ما الرزايه تسخن معانا كويس قوي وتتغلف كويس قوي. هننزل عليها بالميه المغليه لحد ما نغطيها الحله كده، لحد ما نغطي الرز خالص وتعمل تش زي ما احنا سامعين، ونسيب الرز يستوي وان شاء الله نشوفه اخر الحلقه ويبقى استوى وزي الفل. يلا بينا فاصل سريع جدا جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا من الفاصل، شلنا الكفته من على النار، وفي نفس زيت الطاسه بنزل بالبصل المتقطع جوليان بالشكل ده كده، الم بيه كل الطعم والنكهه اللي موجوده في الطاسه من الكفته. زودت معلقه سمنه علشان عايزه نكهه سمنه برضو معايا، وهروح نازله بايه؟ نازله بالفلفل كده، كله على بعضه بقى خلاص. البصلايه بس بدبلها كده وتسخن معانا، نقوم نازلين باخر حاجه توقف بقى ايه عمليه الطهي كلها، وهي الطماطم عشان هتنزل ميتها. عليها معلقه سكر، نجيب الطاسه اللي هتدخل الفرن نخليها جنبنا كده، هناخد الكلام ده دلوقتي نعمل كده بس ثانية، نحط فلفل حامي ونروح بيه على الطاسة اللي هتدخل الفرن. يلا بينا. ايه بتصوصو ليه؟ ادي الطاسة وادي الأرضية الجميلة، وبرضو في نفس ذات الطاسة هقوم عاملة كده وحاطة الاول الصلصه. نكلم مين؟ يا سلمى ازيك يا شيف دعاء؟ اهلا اهلا، عامله ايه؟ كويسه، انت عامله ايه؟ وحشاني قوي. وانت كمان يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ كويسه يا رب دايما كويسه وبخير. بحبك قوي، بحبك قد الدنيا. شكرا يا سلومه. يلا شوية من دبس الرمان لو متاح، لو مش متاح خلاص، بيدي بس طعم لذيذ ومزازة على حلاوة كده حلوة. البهارات بتاعتنا والبابريكا، ملح وفلفل. هحط دبس الرمان تاني، انا بس حطيته على مرتين. نعمل كده فلفل اسود، شوية مية مغلية، النار عالية، باخد الكفتة واروح عند الايه الصينية بتاعتي كده، وارص بقى الكفتة بالشكل ده على ما الصوص يغلي، وبعدين هننزل بالبطاطس وبالبتنجان. نكلم مين؟ يا فطومة. اهلا اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. اهلا بيكي. انا كلمتك قبل كده، فاكره؟ فاكره الصوت طبعا. اهلا وسهلا. انت كنت مصري؟ ايه، كنت مصري يا صوت، فاكره؟ ايوه على طول. اكيد مكسوفه. لا ماما، ماما بتعملي ايش؟ ماشي، ممكن اسال سؤال؟ قوليلي. انا عايزه طريقه كيكه الشوكولاته. عايزه ايه؟ طريقه كيكه الشوكولاته. حاضر، من عينيا. طيب
شكرا يا فطومه. انا برص بقى هنا كده ايه البتنجان، برص البطاطس، فلفل، الالوان، كل الحاجات كده بنحطها مع بعضيها بالشكل ده مع الكفته. الصوص هناك بيغلي واحنا مستنيينه طبعا يغلي، علشان هنحط البطاطس بقى كده وكده. انتوا متخيلين الصينيه دي لما هتدخل الفرن وهتطلع هتبقى عامله ازاي؟ هتطلع تحفه. بس عايزين ايه نملى الصينيه كده وكل حاجه تبقى باينه. يلا بينا. وادي الصوص، اللي هننزل بيه على كل الاشياء بتاعتنا. وعايزين كمان، انا عندي هنا تحت حطيت كل الفلفل اللي المفروض ان انا كنت احطه على الوش، فعايزه ايه بس ان ايه الاضافه دي كده تبقى باينه، لان الالوان هي اهم حاجه عندي دلوقتي. وبرده الفلفلايه دي لما بتشوي بتطلع تحفه. نكلم مين؟ يا تقى. يا حضرتك اهلا اهلا، انا بحبك جدا. وانا كمان، شكرا. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. حضرتك بخير؟ بخير والله الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما. بقول لك لو سمحت عايزه نشوف صوره. يلا بينا. في حد من الكنترول معاكي حالا يجاوبك على كل الاسئله اللي انت عايزاها. يلا. نعمل كده رشه اخيره من دبس الرمان، وايه تحطوه على الكفته كده، اوكي، علشان والبتنجان كمان. وندخل الكلام ده بقى الفرن سخن جدا جدا، ضروري يبقى سخن علشان الكلام ده يبقبق مع بعضه، هيطلع لنا صينيه يعني زي ما احنا شايفين كده حاجه خطيره. يلا بينا. نقفل عليها بقى في الفرن ونسيبها في حالها خالص. وممكن نبص على الرز، انا حاسه ان هو عالي عليه شويه بس تمام. لا تمام. يلا نطلع فاصل. ايه يلا ناخد منى. طيب حاضر، يلا بينا يا مدام منى. اهلا وسهلا. الو مدام منى، ازي حضرتك؟ انا سامعاكي. الله يسلمك، عامله ايه؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك عامله ايه؟ شاشه منوره. ده نورك، نور عينيكي. شكرا. اتفضلي. اكلاتك كلها جميله. اشكرك، ربنا يخليكي. فصلت مدام منى، حاولي تطلبينا تاني ووطي بس التلفزيون وكلمينا من التليفون. يلا فاصل، يلا بينا فاصل سريع جدا ونرجع جري وتروحوش اي حد. المفروض ان احنا نقلبه، تعالوا نقلبه وبعدين نبتدي في حلق الشموع. حاجه لذيذه قوي على فكره، مكونات حلوة جدا ولذيذة جدا. ادي الرز المفلفل الخطير بتاعنا، نقلبه التقليبة، نشيله من على النار وكده زي الفل. نقول مقادير، يلا بينا نقول المقادير. هو احنا معانا تليفون؟ طيب يلا. حلق الشموا، بسكوت بالكاكاو ساده مطحون، عليه كوبايه زبده او كوبايه لربع زبده، ونص كوب من عين الجمل. لو ما فيش ومش متاح ممكن يبقى سوداني، او نشيل فكره المكسرات نفسها ما فيش مشكله.
معلقتين كبار من السكر، وبرده لو مش عايزينه مسكر قوي ممكن تشيلوا السكر. معلقه كبيره من القشطه، يستحسن ان احنا نستخدمها القشطه المعلبه. الطبقه الثانيه بتكون لتر من الحليب، تلت كوب او ربع كوب من السكر، السكر دايما على حسب الرغبه، 2 باكات من الكريم كراميل، علبه قشطه اللي هي بقى بقيت علبه القشطه، يعني هي علبه قشطه واحده احنا خدنا منها وبنكمل في الطبقه الثانيه بيها، وعايزين 2 باكو كبير بسكوت ساده، وعلى الوجه كاكاو محلى. يلا بينا. اول حاجه على النار باخد الكريم كراميل الباودر اللي عندي على اللبن، وابتدي ايه اقلب واعمل الكاسترد. ومعانا مدام حنان. يا مدام حنان اهلا وسهلا. السلام عليكم، ازيك يا شيف دعاء؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الجمال ده كله؟ تسلمي. ايه الاناقه دي كلها؟ حبيبتي كتر خيرك، تسلم عيونك. قلبي انت اموره قوي. شكرا شكرا. يا حبيبتي مش بتعملي فاشن ليه تاني؟ الحلقه بتاعت الملابس كانت جميله قوي. حاضر نعملها والله. حاضر. هتعملها امتى؟ معطلنا دلوقتي كله على كله على التليفون. لا لا حاضر حاضر هقول. بس انت بسم الله ما شاء الله عليك. شكرا. بسم الله ما شاء الله عليك. شكرا يا حبيبتي، تسلم عيونك، ويعني اشكرك والله العظيم. طبعا اتفضلي. الصوت بعيد قوي وانا مش حاسه، مش عارفه هي بتقول ايه، مش سامعه كويس. وصل؟ اوكي. شيل بس اللبن. هنا بنسوي الكريم كراميل. تعالوا بقى كده ايه في الكبه نحط البسكوت. على فكره البسكوت تقدروا تستخدموا بسكوت بالكاكاو او بسكوت اي بسكوت بالشوكولاته او بسكوت عادي بالزبده زي ما تحبوا يعني. نفس البسكوت اللي هتحطوه في الخلطه، انا مستخدمه ميكس فانيليا وشوكولاته، ولكن انتوا تقدروا تستخدموا الفانيليا بس. نحط عليه الزبده كده على عين الجمل. مفيش عين جمل قلنا سوداني، مفيش الاتنين خلاص. رشه سكر صغيره، السكر بس بيخلي كل الحاجات تمسك اسرع مع بعض. نقلب الكريم كراميل كده. هننزل بمعلقه القشطه. معلقه القشطه دي ممكن تبقى معلقتين، بتدي طعم حلو قوي للطبقه بتاعه البسكوت. وبعدين نضرب الكلام ده كله مع بعضه. لحد ما بيبقى عمل لنا زي عجينه كده، وهي دي بقى اللي هناخدها دلوقتي ونعمل كده كده اهو، ونفضيها في القالب بقى اللي هنشتغل فيه. على حسب القالب اللي انت هتشتغلي فيه، ممكن تستخدمي قالب تشيز كيك، وممكن تستخدمي اي قالب ازاز زي اللي انا مستخدماه كده بالظبط. معانا مين؟ يا ام عمرو. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلبي وحشتيني من 3 ايام اللي عدوا دول. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك؟ كويسه يا روح قلبي. سلام. الحمد لله الحمد لله. ما اعرفش في حب رباني كده بيني وبينك، مش عارفه بصراحه يعني. حلو حلو، القلوب عند بعضها، القلوب عند بعضها، عشان انا بحبك. حبيبه قلبي بالاحمر الجميل ده. شكرا. بقول لي بقول لحضرتك، بصي قولي لي قولي لي. يا احلى يا احلى سر الصنعه في مصر. يا حياتي. ايه رايك؟ يا حياتي انت، ربنا يخليكي. تسلمي يا غاليه، الف شكر. انا اكيد 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 هشوفكم قريب جدا في اسكندريه ان شاء الله ان شاء الله. ما اقدرش اغيب عن اسكندريه كتير يعني، بس هي اسكندريه حلوه في الشتاء. يلا بينا.
ادي طبقه البسكوت بالزبده بالقشطه بكل ايه التفاصيل. تقومي بقى مدخلاها مثلا الثلاجه او الفريزر تمسك. تمام؟ مسكت. حلو زي الفل. خلونا بقى نحطها كده على جنب. اي بكلم نفسي. مسكت. تمام. نروح بقى على الخلاط ونعمل كده. لا ما انا هجيبه بقى. مش هسيبه يقع يعني. ونروح المفروض ان احنا نبرد الكريم كراميل شويه. تعالوا بس نفضيه في حاجه تانية. هو ما بيبقاش بقى يعني بيبقى سايل لان هو بيجمد في الثلاجه. يهدى بس كده. حط هنا البسكوت في الخلاط على القشطه. بقيت علبة القشطة اللي خدنا منها معلقة أو معلقتين للطبقة بتاعت البسكوت. بس هي بصراحة علبة القشطة دي طعمها مميز قوي قوي في الوصفة دي قوي. السكر اختياري ممكن تستغني عنه خالص. نحط بس معلقتين كده ونكلم مين؟ يا أم رهف. أيوة. أهلا وسهلا. إزيك؟ الحمد لله. إزيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. كلمتك امبارح وبنت ما عرفت عايزه اتكلمي. والله انا حظي حلو. يلا بينا. الله يخليكي. خدي رهف معاك. اتفضل. لا يا رهف. لا ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تستاهلي الحمد. شكرا يا رهف وشكرا لمامة رهف. عايزاه بس يبرد سنة عشان ما نحطوش في الخلاط سخن قوي. يبرد سنة صغنطوطة خالص وبعدين نضرب بقى الطبقة التانية. يلا بينا. تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات اللي حطيناها ممكن تبرد الخليط شوية. يلا بينا. كده تمام؟ تمام. نشيل بقى وبعدين نجيب الطبقة دي. المفروض ان احنا نكون دخلناها التلاجة شوية ومسكت شوية او الفريزر. نقوم حاطين الخلطة التانية عليها بالشكل ده كده. وتدخل على التلاجة بعد برضو ما تبرد وتهدى خالص. وبعد كده بيبقى عندنا بقى اختيارات كتير قوي قوي للوش. معانا مين؟ يا نسمة. دودو. ازيك؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه يا نسومي؟ انا الحمد لله. انا عايزه اقول لك ان انا بحبك جدا وببعتلك على الانستجرام ان انا بحبك جدا. بجد؟ الله عليا. شكرا. وعايزه اقول لك ان انا معلش بقالي كتير ما بتفرجش على البرنامج عشان نور كان بيقطع من 4 ل 6. بس مبسوطه ان نور بطل يقطع عشان اتفرج عليك. الحمد لله. الحمد لله. حظي حلو. الحمد لله. انا اللي حظي حلو والله. شكرا يا نسمة. جدا ومبسوطه بيكي جدا. ويعني عايزه اقول لك حاجات كتير بس مش عايزه اضيع وقتك بقى في خالص خالص. قولي براحتك. احنا انا مستمتعه. لا يعني انت اولا بتساعدينا جدا وانت قريبه مننا قوي ويا ريت تطلعي تاني على الانستجرام الصبح كده نشوفك على الستوريز عشان بقالك كتير غايبه عننا. مبطله شويه. ايوه ايوه. حاضر حاضر. ماشي يا نسومي. حاضر يا حبيبتي. تسلمي ويسلم لي ذوقك وكلامك وحلاوتك وتشجيعك ليا. شكرا يا روح قلبي. واوعدكم هرجع. حاضر هرجع للملاعب. هو بس الصداع بس. مش قادره اقول لكم. بصوا بقى هنا
لو احنا مثلا طلعناها من التلاجة وهي بتبقى خلاص جمدت كده زي ما احنا شايفين اهو، بنتحرك فيها عادي خالص. طبقة الكريم كراميل دي مسكت وطبعا اخدت بقى من طعم البسكوت ومن طعم الكريمة وكده. ممكن زي ما احنا خالص كده نعمل لها جناش شوكولاتة اللي هي ندوب الكريمة مع شوكولاتة مثلا خام ونقوم حاطينها فتعمل طبقة صلبة من الشوكولاتة، اوكي؟ وممكن تحطوا لها طبقة جيلي لو انتوا عايزين طبقة جيلي، تعملي طبقة جيلي كده سميكة وتقيلة وتقومي حطاها. وممكن تحط لها بس شوية كاكاو كده بالحليب، بلاش الكاكاو الغامق قوي علشان بيبقى طعمه مر شوية، أو بشر شوكولاتة وتبشري مع الكاكاو وخلاص على كده. فاختاروا بقى اللي انتوا عاوزينه. يلا بينا نفتح. ايه بتكلموني ولا ايه؟ ماشي والله انا بحاول. هي فكت بس اللي هي اللي تحت دي مش بتفك. اوكي وهي نفتح بقى منين؟ نفتح منين؟ اهو. وبس كده تتقطع بقى وتتقدم. ناخد شوية كاكاو نرش على وشها الكاكاو، بس انا ما عنديش المصفى فممكن نطلع فاصل اجيب المصفى بتاعتي ونيجي بقى نرش الكاكاو ونغرف الاكلات الحلوه بتاعتنا ونطلع اللي في الفرن. فما تروحوش في اي حته، يلا بينا. ورجعنا من الفاصل. حطيت الكاكاو بقى، حطيت الكاكاو وقطعتها خلاص. هي رشه كاكاو، قلت عشان ما ناخدش من وقت الزبادي خلاط اللي هنعمله. فيلا بينا وعايزين نطلع اللي في الفرن كمان، بس نسيبه يتسبك كده شويه. يلا بينا زبادي خلاط صيف بقى وحركات. واسهل عصير ممكن يتقدم للضيوف هو ان انتوا تضربوا علبتين زبادي في الخلاط مع شويه عسل، وكمان مش فاكهه ولا اي حاجه، هو حبه عسل وخلاص، بس التلج اهم حاجه عشان يعمل لنا الرغوة المطلوبة. يلا بينا. تلجاه وقعت على النار. وناخد الزبادي. على عسل. كده. على اللبن. لبن ده ممكن يبقى لبن ومية أو لبن وتلج. ونضرب. يلا بينا ضربنا الزبادي خلاط. ناس كتير قوي لما عملته على السوشيال ميديا كان تعليق يعني انه ايه ده احنا فاكرينه افيه، هو في حاجه اسمها بجد زبادي خلاط؟ افيه ايه اللي هي؟ لا ده كلمه عاديه الناس بتقولها وهي بتهزر وكده. لا يا جماعه، في مشروب اسمه زبادي خلاط وبتقدم على القهاوي المصريه. انا حتى قعدت اقول ايه مشروب القهوه المصريه، قعدوا يدوروا على القهوه، هي القهوه فين، هتتحط امتى؟ فلا هو مقهى يعني، المقهى. وادي الزبادي، وبجد مشروب خطير على فكره، وفي اسكندريه بيعملوه في القهاوي هناك كتير. هو في اسكندريه اصلا يعني، فاكره ان انا اول مره شربته في اسكندريه. نكلم سلمى. يا سلومة. الو الو الو، اهلا اهلا. دعاء ازيك؟ ازيك يا سلمى، عامله ايه؟ الحمد لله، بحبك جدا. انا بحبك اكتر بكتير. ايه
بحب كل وصفاتك. تسلمي تسلمي يا رب. قولي لي يا سلومة، عندك أي سؤال؟ لا شكرا، كنت عايزة أسلم عليكي بس كده. نورتي. عندي كريز عايزة إيه أحطهم هنا كده، بفكر تبقى هي واحدة بس، بس خلاص صح؟ آه هي كفاية كده تنور بس التورتاية بتاعتنا مش أكتر من كده. ونغرف الرز، يلا بينا. شوية رز بشعرية بقى مفلفلين جنب صينية الكفتة بالبتنجين بالبطاطس اللي في الفرن، يامي. ليه ليه؟ شكرا. ده كان اي حاجة عشان اللي بعده. ماشي خلاص شكرا. بالظبط هو الرز بشعرية مش عايز اي حاجة اصلا. نعمل كده، نجيب طبق. انا الجلوفز عندي خلصت. امال ايه امال ايه، انا بعمل رز مفلفل يا جماعة من الاخر. اهو الصورة تتحدث عن نفسها بطلاقة. لا ومش بس تتحدث، انا بقولك بتتحدث بطلاقة يا رغدة من فضلك. ادي شوية رز بشعرية، نطلع الصينية ونلم حاجتنا. يلا بينا. ما بحبش انا بقى زين الرز بالشعرية ده، ولا بقدونس ولا بطماطم ولا بخيار، ولا هو بيتزين اصلا لوحده كده، حاجة خطيرة. حاضر. نعم يلا، عايزين ايه؟ اوكي. عارفين كمان اهو الكريم كراميل والخلطة مسكت كده تمام؟ اوكي. بصوا مفيش يعني حتى ما دخلتش التلاجة ومسكت على طول، لما تدخل التلاجة مش تاخد وقت منكم خالص، احنا عملناها سايلة اهو، وانس ان احنا عملنا كده تحسوها ايه؟ مسكت خالص، ما بقتش سايلة زي الاول. مش عارفة حاسة الصينية كبيرة قوي، ممكن تيجي كده بقى. ونشيل الصينية ازاي؟ كده اهو. يا سلام يومي يومي. حاجة لطيفة جدا وظريفة جدا وريحتها خطيرة، صينية كفتة بالبطاطس والبتنجان وشوية فلفل. موضوع بسيط قوي يعني، كفتة تقريبا ممكن تبقى أقل من نص كيلو، عملت لنا صينية كده شكلها يشرح القلب يعني. وصفاتنا لذيذة جدا، عملنا الصينية الحلوة اللي قدامكم دي، كفتة بالبطاطس المشوية والبتنجان، رز بالشعرية وحلى الشاموا، حاجة خطيرة ولذيذة وساقعة وباردة وبجد تحفة. والعصير بتاعنا كان زبادي خلاط. حلقة لذيذة ولطيفة ومبسوطة بيها جدا جدا. يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا واتسليتوا. اشوفكم بكرة على الهواء على خير ان شاء الله. باي باي.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.